يقول رب العالمين: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا سبق لنا أن أشرنا أيضا أن تسخير هذه الأجرام السماوية يتم بحكمة بالغة وبدقة فائقة، يعني الأبعاد، الكتل، الأجرام، السرعات، الحركات المختلفة، كل ذلك يتم بدقة بالغة. وتسخير الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أن الليل والنهار قد استخدم في القرآن الكريم للإشارة إلى الأرض، فكأن الآية سخر. أنا بعد إذن هاتك نعم. يعني لا أقوى على استيعاب هذا. نعم، لأن كيف هما آيتان من آيات الله سبحانه نعم وتعالى. نعم، يعني الليل والنهار ليست أجسام مادية، هي فترة زمنية تعتري الأرض. نعم، يعني الليل فترة زمنية تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس، النهار فترة زمنية تعتري نصف الأرض المواجهة للشمس. فالليل والنهار يعني حينما يذكر في القرآن الكريم يشير إلى الأرض إشارة مباشرة، ويشير أيضا إلى الفترة الزمنية. يعني ليس معنى ذلك أبدا في سورة ياسين: لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الليل ليس جسما ماديا يسبح، لأن السباحة عبارة عن جسم مادي له قدرة ذاتية للحركة، يتحرك في وسط أقل كثافة منه، كما يسبح الإنسان في الماء أو يسبح الطير في الهواء. هذا هو السبح. هل الليل يسبح؟ الليل لا يسبح. النهار يسبح؟ النهار لا يسبح، لأن الليل ليس جسما ماديا وليست له قدرة حركة ذاتية، وكذلك النهار. فحينما يشير إلى وكل في فلك يسبحون، يعني يشير إلى الأرض التي تدور حول نفسها، فيتبدل الليل والنهار وتجري وتسبح في مدارها حول الشمس. طب حينما يقول اختلاف الليل والنهار، هنا اختلاف الليل والنهار هي أيضا تبادل الظلمة مع النور، وفي نفس الوقت كيف يتبادل الظلمة والنور؟ يتبادلان بدوران الأرض حول محوره، لا يتبادلان. يعني الآن لا يقوى العقل البشري مثلا على تصور أن الليل والنهار آيتان من آيات الله يدوران بنفسيهما حول الأرض. لا يدوران بنفسهما أبدا أبدا. يعني الليل والنهار حالات تعتري الأرض، يعني حينما تدور الأرض حول محورها أمام الشمس، النصف المواجه للشمس يكون فيه نهار، والنصف البعيد عن الشمس يكون فيه ليل. وكيف يتبادلان؟ يتبادلان بدوران الأرض حول محورها. فإذا أشار القرآن الكريم إلى تعاقب الليل والنهار، إلى ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، إلى اختلاف الليل والنهار، إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، وهي حقيقة ما كان العقل العربي على عهد تنزل القرآن الكريم قادرا على استيعابها. القمر عنده ليل ونهار؟ طبعا القمر طبعا، يعني إذا الوجه الذي يواجه الشمس مثلنا مثلا. نعم، يعني يوم 12 ساعة أيضا. لا 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 لا، له فترة مختلفة تماما. يعني القمر عنده ليل ستة، يعني 15 يوم، ونهار 15 يوم. القمر نعم، لأنه يدور حول الشمس، حول نفسه بسرعة دورانه حول الأرض. هو يدور حول الأرض هذا يوم. هذا يوم هو طبعا دورته حول الأرض شهر كامل. نعم، إما 29 يوم أو 30 يوم. نعم، نصف هذه الدورة نهار ونصفها ليل. والكواكب التي تقع في نطاق الشمس، نعم، لها ليل ونهار. لها ليل ونهار، ولكن الأوقات مختلفة. مختلفة طبعا، مختلفة اختلاف كبير. كلما بعد الكوكب عنا، أو كلما زادت حجم الكوكب وتباطأت سرعة دورانه حول محوره، اختلفت طول الليل والنهار. نعم. يقول رب العالمين: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ونقول أن العلم الفلكي يؤكد الآن على أن كافة أجرام السماء خلقت بإحكام شديد من ناحية الكتلة والحجم والمسافات والسرعات والمدارات، كل هذا يتم بإحكام شديد. فحينما يقول رب العالمين إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لابد من تحكيم العقل حتى يستطيع الإنسان أن يدرك أن هذا الكون المادي لم يخلق نفسه بنفسه، ولم توجده الصدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن تبدع نظاما كهذا النظام.